اي افقتو وصلتو لبستو فطرتو وجيتو هنايا ما عليكمش، ومادام جيتو فمرحبا بكم. وجابكم نيت الله باش تونسوني، عندي واحد الغرض خاصني نمشي نقضيه، بغينا ناخذو شي لعيبات للدار ونعتو لينا واحد المحل اللي هو في الدخله ديال المحمديه اللي عنده لي موديل اللي بغينا حنايا واللي كيدير اثمنه مزيانين. ولكن قبل من هادشي نمشيو دابا ناكلو شي حاجه تكون خفيفه. شنو بان لكم ناكلو؟ واخا دونك غادي ناكلو واحد الاكله اللي كتعجبنا اللي غتشوفوها في لي زيماج. ويلاه نشوفو هاد الجو هذا وهاد السميته ميتي اللي واقفه ضاربه لي في عينيا. معليش يلا غادي نشوفو ونبداو ان شاء الله فلوق ديالنا. يلا مرحبا بكم، اليوم تشرفنا بالمجيء ديال الاخ زكي عندنا وفرحنا به ان شاء الله، وكنتمنوا الاكولات اللي خدا والاذواق اللي خدا يكون عجباتنا الاعجاب ديال العائله. مرحبا بكم، كنتمنوا الاخ زكي مسيره موفقه ومرحبا بكم في اي وقت. عندنا ماكولات صينيه متنوعه فاريي، ومرحبا بكم في محل ديال يوكاسوشي، كنرحب بكم وشكرا. مرحبا بكم، دخلوا عندنا شوفوا كاع الوصفات ديال الماكولات الصينيه عندنا هنايا، ومرحبا بكم عندنا في الريستورو يوكاسوشي. جينا عند الدار هنايا في المحل ديال يوكاسوشي، صراحه الدار الله يعمرها دار، تهلاو فينا. داكشي عندهم تبارك الله زوين، غتلقاو السميه ديال لاشين ديال الشاف مرماده هنايا، لوليان ديال لاشين ديالو في ديسكريبسيون. دخلوا شوفوا داكشي ديالو، داكشي زوين اللي كيبغي السوشي ودوك لي ديسير ازياتيك اكسيتيرا تيراميسو نعم اسيدي. دوك هاد المحل ديال يوكاسوشي اللي جا في لاكولين راه هو معروف، داكشي تبارك الله عندهم زوين، استقبال الماكله كلشي تبارك الله عليهم ما شاء الله، داكشي كلشي هو هذاك. ندخلوا عندهم وجيو مرحبا بكم عندهم هنا، راه كيرحبوا باي واحد جا عندهم وكيستقبلوا استقبال زوين ومزيان في هاد المحل هذا. كيكون عندهم دي بون داشا ولا ماشين نيسبريسو كيف ما شفنا دابا مع الجيرون ديال الريستورون، فهما عندهم ميم دي كارت فيداليتي اللي كتبقى تجمع فيهم لي بوان بيان سور اللي تقدر تربح بها ماشين نيسبريسو او لا ايباد. المهم بزاف لي كادو اللي كيديروا في هاد لي كارت دي فيداليتي هادو اللي دايرين في هاد المغازين هادو، داكشي تبارك الله عندهم مزيان. داكشي علاش كننصحكم تجيو عندهم، الناس اللي بغات تاكل السوشي وداكشي ازياتيك فكنصحهم باش تجيو هاد المحل هذا اللي جربناه حنا شخصيا وعجبنا الحال فيه. قلت مادام كاين في لاكولين قبل ما نمشي الطريق ديال المحمديه فهو كاين ميسو بغي كولاج هنايا اللي قريب ليا تاع دوماج. وداكشي اللي حنا بغينا نورمالمون حاطين غير على برا، فما لقيتش دوك لي موديل اللي بغيت انايا. داكشي علاش جو سي اوبليجي باش غادي نمشي الطريق ديال المحمديه باش نشوف داك المغازان اللي صيفط عند دوك الناس، وحنا غادي نشدو ان شاء الله الطريق مجموعين. يلا حنا يلا وصلنا للمغازا اللي نعتو لينا الناس، فجيت ديريكت موني انا نورمالمون جوا في الدخله ديال المحمديه حدا لا مازون غونو. هذا المغازا هذا فهو كيدير نورمالمون لي طاب لي سالامون جي الكراسه، فحنا محتاجين شي لعبات في الدار ونعتو لنا قالك هذا بانه عنده داكشي زوين وكيدير دي بون بري. داكشي علاش حنا جينا هنا، انا كتشوفوني مازال في الطوموبيل لانه بغيت نهبط لقينا الاستاذ جونيور فهو جبد عليه بنعسه. والله جبد عليه بنعسه فسكيفيه، هبطوا غير لافامي يشوفوا داكشي الا لقاو شي حاجه فحنا ان شاء الله غندوزو لا كوموند ديالنا ويديروا لنا لا ليفغيزو. ما لقيناش فحنا غادي نرجعوا ونكملوا النهار ديالنا. ويلا عرفتي من دخلت المحمديه ديال كازا درت تقريبا شي ساعه ونص لانه رجعت من لاكوتيير بي الدنيا كانت عامره، الطريق فريمون عامره عامره بزاف. يلا دابا وصلت للمعارف، عرفتوا المعارف باش تلقى فيه بلاصه. ويلي ويلي يلا لقيت بلاصه وغادي نهبطو باش نشربو شي حاجه ناخذ شويه نفس ونكملو النهار ديالنا. يلا معايا
واحد القضيه اللي بغيت ندوي عليها هي نورمالمون في الخرجه ديال المحمديه في لاكوتشيغ كان واحد باراج اللي هو وقفني وطلب مني ديك الورقه ديال سيركولاسيون او لا ديال ديبلاسمون. فنورمالمون كنا كنسمعوا بانها تحيدات شويه كنسمعوا بانها باقه. فبغيت ندوي عليها في هذا الفيديو باش الناس اللي معوله تخرج من المدينه ديالها وتمشي شي مدينه واحده اخرى فما ينساوش يهزوا معاهم هذه الورقه. دونك حنا يلاه خرجنا من القهوه صبنا واحد كويس ديال اتاي رضينا به شويه المجاج وحيدنا به شويه ديال العيه. دونك دابا ان شاء الله حنا يلاه ركبنا في الطروبي غنديرو ديريكتومون للدار ونتلاقاو من بعد. يلاه واش شاير مانوس تمنىتكم عجبتكم الفيديو الفيديو خفيفه ظريفه جايين بزاف ديال الفيديوهات ان شاء الله عما قريت. نتمنى نشوفكم بخير وعلى خير الفيديو الجاي ما تنساوش ديروا لي عليكم وهذه تحيه من القلب خالص ليكم نتوما.